أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 498 حالة جديدة من المصابين بكوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 68633 متعافية. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 622 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 في الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 500 وحالتين.